تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها، حيث تشمل خطط الحكومة ثمانية برامج تستهدف توفير الطاقة من مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات. نحو تحقيق طموحات الشعب المصري في حاضر ومستقبل افضل تواصل الدوله تحديث وتطوير اساليب عملها بما يتواكب مع هذه التطلعات وفي مختلف القطاعات وفي وقت يحتل فيه قطاع الطاقة أولوية كبرى في عمل الحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون القطاع قادراً على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها. الحكومة وعبر خطط طموحة تشمل ثمانية برامج تستهدف توفير الطاقة من مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة. ونظيفة مع إتاحتها للأفراد والمؤسسات وفي صدارة البرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها بشأن قطاع الطاقة استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة وتوسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة سيما مع دول منتدى غاز شرق المتوسط وتعظيم الاستفادة من توليد الطاقة المتجددة بما يشمل الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وفي عالم مليء بالمتغير يأتي العمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ليتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في البلاد حتى عام 2035 بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، كما تشمل الخطط الحكومية في قطاع الطاقة تعزيز الإنتاجية والابتكار، وتحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير قطاعي البترول والثروة المعدنية لارتباطهما الوثيق بقطاعات إنتاج الطاقة.